الكلاسيكو الأول الكبير هذا الموسم بين قلعة الأجداد السي اس اس وسرة البلاد الترجي الرياضي التونسي. أجواء مميزة لهذا المدافع المحوري الشاب. ترجع الكرة مرة أخرى من جديد، فرصة محاولة للترجي الخنيسي، يحاول التمهيد ليوسف البلايلي لكن الكرة كانت بعيدة. هذا فكرة عن الجمهور الحاضر هنا في الجوهرة، العشرة في أبناء عاصمة الجنوب في مباراة اليوم. سينفذ الركنية، يلعب كرة ملعوبة، كرة ارتباك من دفاع الترجي. أرجع الكرة من جديد، ركنية أخرى للترجي ومباشرة رائعة كانت من يوسف البلايلي. من أين لك هذا يوسف؟ ثعلب الصحراء. الترجي ماسك بزمام الأمور على مستوى الاستحواذ على الكرة لكن السيطرة عقيمة. ملعوبة، كرة دور مليح، أرجع مرة أخرى من جديد، المحاولة التصويبة قوية. الثنائي السابق على مستوى اللعب في محور الدفاع يعني كارير ومسيرة عالمية بالنسبة لرود كرال، أكبر مدرب في البطولة التونسية هذا الموسم، 69 سنة. ريدولف 2013 مع النادي الرياضي الصفاقسي، والتتويج الأخير كان مع الرجاء الرياضي المغربي. هذه كرة محاولة خطيرة، جول 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 جول. الله 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 الله، قلعة الأجداد والسيناريو يعاد. أيمن الحرزي لاعب الشبيبة القيروانية السابقة يضفي صبغة أخرى على هذه المباراة بهدف أول في الدقيقة في موسمين 80 81 86 و87 كمدرب، أربع ألقاب، الأربعة مع المكشخة مع العائلة الترجية. ثنائي 2006 دون هزيمة، أفضل هجوم وأفضل دفاع، كأس 97 ودوري 2018. وللمرة الرابعة يعود لتدريب المكشخة 96 97 2005 2007. دحمان لمس الكرة، بقات النتيجة متعادلة، وأيمن الحارزي نجح في تجسيم فرصة وكرة فراس شواد. 1-0 مشاهدينا الكرام في التشكيلة. أيمن، دحمان، حمزة المثلوثي، محمد علي جويني، هاني عمام، ونسيم هنيد، وليد القروي، حمزة الجلاسي، كريس كواكو، بن يحيى في المباراة عدد 12 للبطولة مع الترجي بعد أخذ المشعل على المنظر الكبير الموسم الماضي في المواجهات المباشرة. له الأسبقية على كل الفرق والأندية المحلية بكبيرهم وصغيرهم من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الأولى. وماذا هناك؟ محمود البنا، كارت أصفر انذار لفرانك كام بعد التدخل الأخير في الكرة والعملية الأخيرة. كان قام بلمسة فنية كانت ممتازة جدا لكن واضح. كام يحاول، كام يحاول المراوغة، كواكو يقطع الهجمة المعاكسة للسي اس اس، وفرانك كام والبطاقة الحمراء. الإقصاء الثانية لفرانك كام بلوخت التونسي، سلكها في الأولى ولكن في الثانية كان يستحق البطاقة الحمراء بعد قطع كرة كان ممتاز. أحسن معوض لكينغسلي إبقير، تمريرات قصيرة من جانب لاعبي الترجي في وسط الميدان. يوسف البلايلي حاول الهروب، يوسف البلايلي سامح الدربالي، يرفع الكرة، دربالي لخنيسي، يسقط ياسين، يطالب اللعب البنا، وكرة وتصويبة قوية من جانب هيثم الجويني، الكرة خارج الميدان. ترجية والتنفيذ جزائري ليوسف البلايلي، يرفع الكرة يوسف البلايلي على القائم الثاني، ممتازة الراسية وممتاز الحضور الثاني والتركيز للحارس جويليا. هذه أول مباراة يكون ترف فيها الترجي في تونس. هذا محمد علي منصر، منصر يستعد للتصويب، يصوب قوية، المحاولة أرسل لكن يتدخل دفاع النادي الصفاقسي، والانفراد من فراس شوات مع يعقوب شوات، يهرب يهرب يعدي يهرب، هرب 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 شوات، لكن الكرة وتتحول بسرعة، كرة ملعوبة من جهة اليسار، التمهيد، كرة إلى أيمن الحرزي، حارزي أيمن الحرزي، أربعة ضد ثلاثة، الحرزي ينتظر المساندة من حمزة المثلوثي، المثلوثي على مستوى التوزيع، جول 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 جول. بالو في راس، بالراس شواد، الهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي. وفي صفاقس كرة أخرى، ملاعبية ولاعبو النادي الرياضي الصفاقسي يستعملون أكيد اللاشو، لكن ما هذا وحذاري وحركات يعني دائما لا نريد مشاهدتها، يعني حركات كانت استفزازية من لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي في العملية الأخيرة.
الاستفزاز في الكرة الأخيرة. ومحمود البنا أعتقد أنه سيستنجد مرة أخرى بالبطاقات الحمراء. هذا كارت أحمر لشمس الدين الذوادي وبطاقة